هذا السائل يقول: ما هي الكتب التي تنصحون أن يقتنيها طالب العلم في مكتبته، وما هي الطبعات المنصوح أخذها؟ أقول: الكتب التي ينصح بها هي الكتب النافعة المبنية على الأدلة الشرعية، والتي يحتاج الإنسان إليها، فينظر في هذين الأصلين، وهما كون هذا الكتاب منسوجا على وفق الأدلة الشرعية، والآخر أن ينظر إلى احتياجه إليه، فلا يأخذ كتابا منسوجا على طريقة أهل الضلال والبدع والخرافات والأوهام والخيالات، وكذلك لا يأخذ كتابا لا يحتاجه هو الآن. فليس العبرة بأن تملأ مكتبتك بالكتب، ولكن الأمر أن تنظر إلى ما ينفعك. تجد أن بعض الطلبة يتوق إلى شراء فتح الباري ومجموع فتاوى ابن تيمية والكتب الكبار ليزين مكتبته وليقال عنده مكتبة، ويهمل النظر إلى الكتب التي هو يحتاج إليها مما ينفعه. فتجد أن جملة من كتب السلوك وتهذيب النفس والرقائق والدعاء التي يحتاجها جمهور الناس وأحد الطلبة فيه مبادئ السلوك لا تجدها عنده. فلو سألته: هل عندك كتاب الجواب الكافي، أو كتاب الفوائد لابن القيم، أو كتاب رسالة التوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأشباه هذه الكتب، لم تجدها عنده، لأنه إنما تعلق بصورة العلم في طلب تكثير وتكبير الكتب التي تكون في مكتبته. فينبغي له أن يراعي هذين الأصلين بالنظر إلى كتاب نافع، ثم بمعرفة ما يحتاج إليه من الكتب. وأما الطبعات المنصوح بأخذها، فالطبعات التي ينصح بأخذها هي الطبعات الجيدة، هذه هي القاعدة الكلية. وتعيين الجيد في كل كتاب يختلف باختلاف الزمان والمكان، فقد يكون في زمان تتيسر نشرة له لا تتيسر في زمان آخر، وفي مكان تتيسر هذه وفي مكان آخر لا تتيسر إلا تلك. وقد بينا طرفا مما يتعلق بهذا الأمر في الشريط السابق، وذكرنا أن من هموم طالب العلم هم الكتب والمكتبة، وذكرنا جملة من القواعد التي يحسن العمل بها.